كهربا مش من الزمالك، كهربا ابن النادي الاهلي، واللي سماه كهربا الكابتن بدر رجب وهو ناشئ في مدرسه الكره في الاهلي. سبب مشيانه من الاهلي كانت ايه؟ اظن دمجوا فرقتين مع بعض، لان كان في فرقه منهم مش هتلعب كاس العالم، ومدرب الفريق انا ذاك قال 94 و95 ندمجهم في فريق واحد عشان نقوي الفرقه اللي هي ليها كاس عالم. فخرج 11 لعيب، المدهش ان في نفس السنه 8 من الفرقه دي راحوا نادي انبي، معظمهم راحوا المنتخب في نفس السنه، وكهربا كان هو هداف هذا الفريق بتاع المرحله السنيه في منتخب مصر. وبعد كده النني ومعلوم مين المدرب اللي كان مسؤول ساعتها؟ ايوه طبعا، ما يعني مش مشكله، مش دورنا يعني دلوقتي نشاور عليه يعني. انما هو ده اللي حصل، وده بياخدك الى ايه؟ هو كان عنده حسن نيه، الدمج والتركيز على العناصر المميزه. تمام، بس لما نيجي نختار العناصر المميزه ما نسيبش بقى احمد رفعت ونسيب كهربا ونسيب وقبليهم بسنه ولا حاجه، سيبنا النني وسيبنا يعني ضحايا الدمج. لما بتيجي تدمجه او بتسيب الناس زياده يعني، ما هو المدربين معذورين انك انت ملتزم بعدد. ما هو انت ما تدمجش، ما انت مش مضطر تدمج. انت الدمج ده فكر لحد دلوقتي بيناقش. هو المصلحه التركيز على المواهب المسمعه والمنوره قوي، وندمج ونمشي ناس كتيره في المرحله السنيه الصغيره. استاذ ابراهيم ايه اللي بيحصل؟ انت بيبقى لعيب اقوى من لعيب. مرحله البلوغ في سنه وفي 6 اشهر تفرق، ممكن تلاقي جسم نطر فار مره واحده كده، وسرعات اتغيرت تنقل لك تريزيجيه كان معرض انه يمشي من النادي الاهلي. وكان في كلام ان في حاله دمج الفرقتين او حصل دمج وبقي في اللحظات الاخيره. الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن طارق السعيد، وطارق السعيد كان في البدايه وراحوا، ما هو كل ده في البدايه قطاع ناشئين. انت لما يبقاش عندك مكان بتعمل ايه؟ طب ما هو انت كنت هتمشيهم، فقلت للكابتن سيد روح نادي النيل وهنبقى نجيبك السنه الجايه. كابتن طارق قال لك لا، يا عايزني يا مش عايزني. بالظبط. وراح الزمالك، راح الزمالك بعد سنتين كان منتخب مصر وكان متوهج. انت هي النقطه في المرحلة السنية دي من 13 ل 18، لا ما تعرفش مين اللي هيبقى نجم النجوم. وخلي بالك انك انت اللعيبة دي بتقع ضحية كمان، ووقتها يمكن كان الظاهرة دي اكتر التسنين. يعني انت بتبقي ساعات على لعيبة مكسرة الدنيا، لكن مع تقدم الوقت يتضح انه مسنن وكان جسمه اقوى. لما اللعيبة بتحصله بعد سنة ولا اتنين في النمو البدني بيروحوا في الرجلين، ما تلاقيهم يسبقوه. فدي مساله حساسه، لكن الواقع ان كهربا كان يعني. طب انا اقول لك حاجه، طب ما في لعيب امكانياته والله العظيم 3 امكانياته كانت تسمح له نبقى عالمي لو عنده الذهنيه بتاعه الكابتن محمد صلاح. عفروتو، سرعه اسرع لعيب كان في جيله، قوة أقوى لعيب كان في جيله، مهارة يعدي من أي حد، شويت بشماله ويمينه، هدر هداف، لكن لم يدير موهبته بالشكل اللي تخليها تتوهج. مع أنه أول ما طلع مع النادي الأهلي كان بيسمع جامد جدا. في لعيبة كده عايزة إرشاد وعايزة عناية وعايزة تاخدها لوحدها، يعني صناعة النجم مهمة جدا. كهربا عدل بيته، وهو طبعا كهربا لانه واضح ان هو عنده يعني تمبر او 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 طبعه زي ما بيقولوا مهايبر شويه، لكن بالخبرات اللي خدها بالرغبه العارمه ان يرجع النادي الاهلي، بالنظام اللي هيشوفه المنافسه الشديده اللي هيلقاها، محدش ضامن مركزه في النادي الاهلي. اعتقد انه اولا ان هو رجع للمجموعه اللي نشا معاها، فمش هياخد وقت عشان يخش.